الحمد لله بعد أن أهل طاعته في مقام حضرته قدرا ورفع لهم في أرضه وسمائه حمدا وذكرا وفتح لهم أبواب فضله فأعطوا النعمة منا وشكرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تقصر الهمم عن نفسه مكرًا ونكرًا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان صلاةً وسلامًا لا ينقضيان عدًا وحصرًا. أما بعد، أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوه يكفر عنكم سيئاتكم ويعظم لكم أجرا. أيها المؤمنون، حياة الإنسان محدودة وأيامه محصاة معدودة، ما أطرب الأمس وأهلاه حين كنا نبشر بدخول رمضان، واليوم وقد صار تاريخاً وأثراً ودرساً وعبراً. لله أنت يا شهر الصيام والقيام وتنزل الملائكة والروح بالسلام، حللت فينا فأدهشت ومنحتنا منحاً وأدهشت